حياكم الله يا أهل الرافدين إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيده عليكم، وقد عمت الفرحة قلوب المسلمين جميعا والأمن والأمان كذلك في هذا العدد الرمضاني إن صح التعبير. يسعدنا أن يكون معنا شاعر شاب حمل هم وطن وعاش في وطن وكتب عن أوطان. حكاية اليوم تجمع ما بين سوريا والأردن وربما حب فلسطين والأوروبا بشكل عام. استضيف هنا في استوديو الرافدين الشاعر عبد الله حمادة من الأردن. حللت أهلا ونزلت سهلا يا عبد الله، وكل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا بك، مسرور بهذه التقديمة الجميلة ومسرور بالطبع بتواجدي بينكم في هذه القناة الجميلة. نحن أكثر سعادة عبد الله، حتى يكون يعني المفتتح متسقا مع أجواء الشهر الكريم، في البداية دعنا نتحدث عن النفحات الرمضانية وروح الشاعر. هل هناك تناقض ما بين روحك كشاعر وحضور هذا الشهر الكريم، أم أنت تستثمر الشهر فيما يتعلق بتجربتك الشعرية؟ عبد الله حمادة كتب أجمل قصائده في شهر رمضان، يعني نعم في الأشهر الماضية. أعتقد أن الشاعر له روحانية، يجد روحانيته فيكتب القصيدة، يجد القصيدة. أحسنت. فقد تكون هذه الروحانية بزيارة مكان معين بالنسبة له أو بالجلوس في مكان معين أو برؤية شخص معين. نعم. أو في مرور وقت معين. ربما عبد الله حمادة لديه يعني ازدواجية في هذا الموضوع، كان لديه صخرة بالقرب من منزلنا كانت يتنزل عليها الوحي، رحمات الشعر. إيه نعم، وعندما أزالوها يعني كنت أبكي، أزالوها كان هنالك بناء يجب أن يخرج في ذلك الوقت. وكذلك في رمضان الإنسان يشعر بشيء يعني لا يشعره في الشهور الأخرى، بالتأكيد له روحانيته وبالتأكيد له تجلياته. بالتأكيد. وبما أن هذا الشهر المبارك له تجلياته الخاصة، لابد أن هناك تجليات شعرية فرضت ذاتها في يوم من الأيام على عبد الله حمادة، فكتب نصا روحانيا. أي من هذه النصوص تود إلقاءه لك الساحة والمنصة والكلمة؟ أقول بلغتني الباب مذ أشرعت أجنحتي. حاول أن ترفع صوتك قليلا فقط. بلغتني الباب مذ أشرعت أجنحتي، يا كامل الوصف ذا عبد بلا صفتي. الله الله. لو كنت أرجوك للأيام مسألة لقلت يا رب زد فقري وأسئلتي. يا أول الشيء لكن دون بادئة، وآخر الشيء لكن دون خاتمتي. ألقيت نورك زكيت النفوس، ولو أبقيتها في ظلام الطين ما زكتي. ألقيت نورك زكيت النفوس، ولو أبقيتها في ظلام الطين ما زكتي. آوي إليك فما لي في الدنا جهة آوي إليها إذا ما لم تكن جهتي. الله. آوي إليك فما لي في الدنا جهة آوي إليها إذا ما لم تكن جهتي. هذه الجهة الإلهية التي يقصدها العارفون، ربما من خلالها نعلم أن للشعراء مكانة يا عبد الله، لكن هناك من يقول إن للشعراء يعني نوعا من التقريع في القرآن، لا سيما وأن هناك سورة قرآنية عنونت بالشعراء. هل هذا تكريم للشاعر أم قدح فيه باعتقادك؟ والله أعتقد يعني المشهد أعقد من هذا، ويعني ربما يلقي بظلاله على أمور كثيرة، منها أن الله عز وجل عندما ذكر الشعراء وربما بصفة الذم يتبعهم الغاوون، لكنه استثنى في النهاية، استثنى بعضا منهم، وهذا الاستثناء يروق لي الصراحة. نعم.
لأن الله عز وجل عندما يذكر الكثرة في القرآن مثلا لا تكن في لخير في 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 المدح. نعم. يعني الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. صحيح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأنا أرضى أن أكون من هذا المستثنى من هذا القليل. بالعكس هذا شرف لي. أما أن تسمى سورة باسم الشعراء فهذا يعني كما قلت لك يلقي بظلاله على أشياء أخرى ربما هي ليست تكريما بقدر أنها مهمة التفت إلى تلك الزاوية. هنالك أهمية تكمن في هذا المكان. التفت إلى هذه الموهبة إلى هذه الأمانة إلى هذه الملكة التي رزقك الله إياها. نعم. هذا النوع من البشر هذا النوع من الموهبة الذي يستحق أن يكون. والله عز وجل يعني عندما أنزل قرآنه كان يريد أن يبهر الشعراء في المقام الأول لأنهم هم كانوا أمنات لغة بالضبط. ليست تكريم يعني أكرر على هذا المعنى أنه لم يكن تكريما لأن هنالك أسماء سور أخرى ليس باستطاعتنا أن نقول كل من سميت يعني نعم مثل سورة المنافقون سورة الكافرون نعم فلا يعد ذلك تكريما لكن يشير إلى أهمية من نوع ما حول هذا المسمى حول هذا الموضوع بالتأكيد الشعراء لهم حظ وافر من هذا في التاريخ العربي كما يقول بيرسي بيشلي الشاعر الإنجليزي كان يقول الشعراء هم مشرعو الجنس البشري غير المعترف بهم الله لذلك كان لهم خطورة وكان هنالك يعني تراجع للشعراء في صدر الإسلام وتراجع للشاعر ذاته يعني عندما كان يعني في جاهليته وحينما أصبح في الإسلام مثل حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهم لذلك تجد في هنالك تراجع في الشاعرية ربما لها واحدة من هذه المعاني قد يكون لها واحدة ونحن نريد منك واحدة الآن ولكن هذه الواحدة هي قصيدة ما الذي ستختاره لتلقيه علينا ذا؟ قصيدة وهي ربما تشير إلى واحدة من هذه المعاني أسميتها جاهلي في المقدمة تفضل ماض ويخذلك الطريق مرارا ماض ويخذلك الطريق مرارا فبأي آلاء الأسى تتمارى ما كنت فيهم إذ رموا أقلامهم والعين حيرى والمياه حيارى ما كنت فيهم إذ رموا أقلامهم والعين حيرى والمياه حيارى والناس خلفك يركضون دوائرا فعلامهم يتعرقون بخارا الله وكأنهم علموا بأن دليلهم كسكوتهم إن قدموه توارى وبأنه حين ارتوى من قوتهم أخذ الفتات ولفه سيجارا وبأنه حين ارتوى من قوتهم أخذ الفتات ولفه سيجارا الله فبدوا سكارى يهرعون تمايلا مما رأوه وما هم بسكارى ماض وقطعت الجذور حداثة وبنيت فوقا لا أساس ديارا وتبعت صوتا لم تكن أحباله تقوى على قول الكلام جهارا الله الله ومررت مثل يمامة عمياء لم تعجب لقوم يعبدون النار هذا وإن الكنز من فرط التواء البحر صارت تقيئا ودوارا فمتى الوصول أظن بعد وفاتنا وأظن خاتمة الطريق جدارا فمتى الوصول أظن بعد وفاتنا وأظن خاتمة الطريق جدارا لعلها تكون نهارا يا عبد الله لماذا جعلت الختام جدارا لا نهارا ليست ختاما هي ما زالت أكمل لم أختمها هكذا وأظن خاتمة الطريق جدارا وأظن بعدها. خاتمة الطريق جدارا ماض كأنك لم تزل حيا كأنك ما اكتشفت البئر والأسرار وكأن بواباتك اللاتي استقلن من الحراسة ما يزلن عذارا الله الله وغفوت في سينما الحياة وفي النهاية أيقظوك لتشعل الأنوار من مثلوا من شاهدوا من صفقوا هم ذاتهم من وزعوا الأدوار يا زورقا
ما زال ينقل نفطهم في الضفتين ولم ينل دينارا. يستصرخ الفلك التي سارت بنوح جدتي هم يطلبون الثارة. يستصرخ الفلك التي سارت بنوح جدتي هم يطلبون الثارة. نحتاج نوحا ثانيا وسفينة أخرى وربي لا تذر ديارا. الله الله. نهدي إلى الجودي من يوتوبيا شعبا ونضرب حوله الأسوار. والخطوة الأولى لنا أن نفهم الأسفار لا أن نحمل الأسفار. والخطوة الأولى لنا أن نفهم الأسفار لا أن نحمل الأسفار. جميل هذا المختتم يا عبد الله، وفيه أيضا تناص مع يعني آية قرآنية كمثل الحمار، مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. أنت كثير التأثر بالآيات القرآنية يا عبد الله، هل هذا له سر ما تود أن تفصح عنه الآن؟ هو سر، لكنه سر معلوم للجميع وسر مكشوف إن صح التعبير. لا ضير من كشفه اليوم في هذه الحلقة. أيضا هو لا يتعلق بعبد الله خاصة. نعم. لكنه لغة القرآن فيها نوع من السحر. أحسن. فيها نوع من الدهشة العالية. إيه نعم. والتوفيق بين الجرس الموسيقي في القرآن وبين المعاني هذا موضوع كبير. مما يذكر في ذلك يعني عندما تنزلت سورة النجم والنبي عليه الصلاة والسلام قرأها على كفار قريش، سجدوا عن آخرهم، سجدوا كلهم، سجدوا لله. المسألة مسألة شعور، مسألة إحساس. إيه نعم. حتى أنه يعني في ذلك الوقت أشيع أنهم قد أسلموا جميعا، فعاد المهاجرون من الحبشة وكانوا لم يسلموا، لكنهم كان يسرهم هذا الإيقاع الجميل، وكان يدهشهم. أحد الأصدقاء من كوسوفو وهو طالب دارس للشريعة عندنا في في الأردن نعم، كان يقول لي المسيح عندما بعث أرسل بمعجزة تبهر العقول وتأخذ بالألباب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا. يقول ما شعور الإنسان عندما يرى هذه المعجزة، يرى إنسانا يقوم من الموت، هذا شيء مدهش. كذلك كانت دهشة العربي عندما يسمع القرآن. الله. كانت من صنف أدائه، من صنف خبرته كان ومهارته. لديهم إيمان عميق باللغة العربية. بالتأكيد. فالشاعر الذي لم يقتبس نور القرآن ولم يرى الجمال في القرآن، هذا يعني فاته الكثير، وهو ظالم لنفسه يعني قبل أن يكون تظل لغته خشبية لا روح فيها. إيه نعم. والقرآن ما زال للآن يعني كان يذكر الخالدي وهو إمام وشيخ ودكتور في الجامعة الأردنية لدينا، يتكلم عن مسألة العصور الذهبية للتفسير والبيان بما يتعلق في القرآن، فكان يذكر هذا العصر أيضا الذي ظهر فيه فاضل السامرائي وظهر فيه حسن فضل عباس وكذلك فضل حسن عباس وكذلك غيره، وهنالك مثلا عبد الله دراز، أسماء رنانة أعادت هذا الرونق وهذا الجمال في القرن 24 وأضاءت يعني زوايا كانت لا أقول مظلمة لكن كانت مخفية إن صح التعبير. القرن الرابع عشر تقصد؟ إيه نعم، القرن الرابع عشر. أضاءت هذه الزوايا الخفية نوعا ما عن الإنسان في القرن هذا. حينما نريد أن نتحدث عن القرآن الكريم وارتباط الشعر بالقرآن إلى حد ما، وهذا التناص الذي يرتكز عليه الشاعر صاحب الفكرة والمبدأ والعقيدة السوية، فإن الحديث يطول ويكون حديثا ذا شجون، ولكن مستمرون يا عبد الله. قبل أن نواصل لابد أن نخرج إلى استراحة قصيرة وقصيدة لأحد الشعراء يقرأها علي وعليك وعلى السادة المشاهدين، ما رأيك؟ تفضل. جميل. إذن أعزائنا المشاهدين، نذهب الآن إلى الفقرة التي اعتدنا أن نقدمها لكم في مثل هذه الحلقات من برنامجنا الأسبوعي بيت القصيد. نذهب إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نواصل مع عبد الله حمادة من الأردن، لا تذهبوا بعيدا.
لا بد للنار ألا تنتهي أبدا، لا بد للنار ألا تنتهي أبدا ليستطيع الدخان المحض أن يعدا. هي المتاهة ساعات معلقة تدق، لن تجد الأشياء لن تجد. يا أول الحب والأسماء ساخنة، لكل سهم وإن شق الرياح مدى. من حيثما هبت الأصوات تخبرني أني سأذهب في كل الجهات سدى. أرتاب في ثقة الأنهار حين أرى ما حل بالماء في العاصي وفي بردى. ولست أطرق أبواب الضباب فما يزال ينحل في الأعلى كمن عقدا. ولا أبايع ما في الشمس من وهج لأنني كلما بايعته بردا. يا بنت عينين من مس ومن تعب لولاهما ما تمشى في الزجاج ندى. لقد شددت إلى طور النساء دمي وما وجدت على نيرانهن هدى. وكدت أن أخسر الليل الأخير وقد تأخرت فضة العشاق والشهداء. حتى طرقتك باسم البحر واقفة تمشطين على أمواجي الزبدة. روحا تربين في صمتي ملائكة ولا تكفين عن ترويعهم جسدا. أجل شربتك لكني على قلق ألا أظل بهذا النبع متحدة. أحبك الآن لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا. أحبك الآن لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا. وددت لو سمت الأوقات أنفسها حجارة لتصير اللحظة الأبدا. أخاف أن تبلغ الأجراس حكمتها وتستحيل إلى صوت بغير صدى. وأن يطالبني الضوء البعيد بما أخشاه ألا أرى من دونه أحدا. ما زال يعصر في روحي نبوءته أن سوف تلمع في التاريخ منفردا. أخاف من خيمة كانت على ثقة من نفسها حد أن لم تحتجل وتدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومتواصلون معكم في هذا العدد من بيت القصيد، العدد الأول في شهر رمضان المبارك، رفقة الشاعر من الأردن عبد الله حمادة. هذا الشاب عذب الإطلالة، جميل المبسم، حلو الشعر، رنان اللغة. عبد الله من جديد، وقبل أن نذهب إلى نقاش في موضوع مختلف نريد أن نذهب إلى قصيدة بأجواء مختلفة. ماذا ستقرأ؟ قصيدة كتبت عن شهداء الدوائمة. تفضل. اسميتها الشهداء نزف للأعلى. الله. يقول 200 ما هذا البريق الصاعد؟ 200 ما هذا البريق الصاعد؟ 200 ما هذا البريق الصاعد؟ الجوع يهمي والذهول موائد. 200 والأرقام تشبه بعضها لكن بعض النقص نقص زائد. الله. كانوا خفافا لا كفاء لثقلهم وتناقصون وضوءهم متزايد. ما هزهم قلق الصعود وإنما أسلوبهم في البرق أن يتراعدوا. ما هزهم قلق الصعود وإنما أسلوبهم في البرق أن يتراعدوا. أن يتراعدوا. لولا ذروا في الريح من أسمائهم ما قال جذر التوت إني صامد. الله. ولأنهم سنوا الوفاة قصيدة نامت على الجنب اليمين قصائد. هم ظل فلسفة الزناد يعلمونك إن قضيت هنا فإنك عائد. هذه المآذن من صدى أعناقهم وصدورهم للمتعبين مساجد. نادوا وقد صفوا الحنين أئمة يا أيها المتزاحمون تباعدوا. الله. تسبيحكم أن تبذروا أرواحنا وصلاتكم لله أن تتساعدوا. لن تظمأوا هذه المدى آباركم
لن ترجفوا، هذه الحتوف مواقد. الله. وذروا الوداع، فلا المسافر فاقد من ودعوه، ولا المودع فاقده. ولتصعدوا شهداء أو شعراء، فالشهداء والشعراء شيء واحد. الله الله عليك يا عبد الله، الله ما أجملك. جميل هذا المختتم لهذه القصيدة، وفيها من الألم ما فيها. لماذا جعلت نزفهم يرتقي إلى الأعلى لا إلى الأسفل؟ قد يسألك سائل. هؤلاء الشهداء هم نزف الأمة، وهم يرتقون دائما للأعلى. القلق وربما حيز يعني عدم الرضا هو نحن. نعم. هو نحن، هم صعدوا وأنجزوا هذه المهمة، فلذلك هم للأعلى دائما وهم في علو دائما. نحن علينا أن نلحق بهم. أحببت أن تسمو بدمائهم، فلم تشأ أن تصور مشهد الدم بالطبع يقع على الأرض، وإنما جعلته يصعد إلى الأعلى. هذا نوع من أنواع التكريم. بالتأكيد. وأي تكريم يعني للشهداء، نحن نتكرم بكتابة هم الأكرم منا جميعا. نعم. نعم. أحسنت يا عبد الله. الآن نريد أن نتحدث بشأن آخر غير هذه القصيدة. نذهب إلى موضوع يتعلق بالشعر، وسؤال ربما تعده ملغوما ويحتاج إجابة يعني يعجنها عقل مدبر كي لا يقول سين أو صاد من الناس لماذا هذا السؤال ولماذا هذه الإجابة، لكنني واثق بإجابتك أنها ستكون على قدر السؤال أو يزيد. حينما نتحدث عن فكرة انتشار العديد أو هطول العديد من الشعراء على منصات التواصل الاجتماعي، الجانب الصحي من هذه الفكرة قبل الجانب السلبي، تفضل. بالطبع يعني هنالك جهات تحدث بكل صراحة. إيه نعم بالتأكيد. لا مانع. بالتأكيد. ويعني ليس يعني الذم المطلق الكلي هذا الشيء، يعني ليس هنالك مشهد سوداوي بالكامل، وليس هنالك مشهد أيضا أحسنت. مضيء بالكامل. يعني الكيس من ينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك ويوازن بين هذا وذاك. لا أستطيع أن أنقد منصات التواصل الاجتماعي لأني متورط بالفعل في هذه المسألة، وأيضا في مسألة ترويج فكرة الشعراء الشباب، نقول الشاعر الشاب، وربما في ذلك نظرة يعني تصنيف ونوع من الطبقية، يعني ربما فيها نظرة يعني شفقة أن أنظر إلى هذا النص لأنه شاعر شاب، فبإمكاني أن أتجاوز عن بعض النقاط النقدية فيه. فلذلك يعني أنا لا أحب هذه التسمية كثيرا، شاعر شاب، وإنما النص هو نص، سواء لشاعر شاب أو شاعر شاب. بالضبط. إيه نعم. والتاريخ العربي مليء بالشعراء الشباب الذين أذهلوا المستمعين، والذين يعني توفاهم الله في سن صغيرة جدا، أبو القاسم الشابي وطرف بن العبد وغيرهم. صحيح. السياب حتى لم يعني ربما في 32 توفي، لم يعمر كثيرا. أحسنت. كذلك شعراء يعني آخرون. مسألة السوشيال ميديا وانتشار الشعر بهذا أنا أراه يعني ظاهرة صحية نوعا ما. اللغة العربية والتراث العربي يمارس ما يشبه الانتخاب الطبيعي الذي تكلم عنه داروين، يعني ما ينفع الناس يمكث في الأرض كما يقول الله. ربما نحن لا يروق لنا أن نرى بعض الأشخاص الذين يزعمون أن لهم وأن لهم وأن لهم كذا، لكن في الحقيقة هم لا يضرون اللغة العربية يعني كما يريد البعض أن يصور، أو أنهم هؤلاء على كذا. لا، أنا أعتقد أن هنالك جوانب مضيئة وهنالك اهتمام جيد باللغة العربية من هؤلاء، وليس علينا أن نحبطهم. يعني ربما، وأن أنا أقول هذا من وجهة نظري، يعني ربما البعض يراني قد أتفق معك بكثير مما قلت بالمناسبة. بالضبط. أكرمك الله. وأنا أتكلم عن هذا، عن هذه المسألة، وأنا أقول لك أنا متورط، وأنا يعني أنا واقع في مثل هذا النموذج، فإذا إيه كلنا نعم. يا صديقي متورطون. إيه نعم. وربما مسألة المبالغات التي تكتب على السوشيال ميديا هو الذي أضر بك كثير، يعني بعض القوالب الجاهزة من بعض الردود الجامدة أو الردود المنسوخة التي تلقى عبثا على نص يستحق ونص
لا يستحق. هذه أيضا ربما تدخل في باب السلب، النظرة السلبية لهذه الحالة. بالتأكيد السوشيال ميديا بما تفعله من إحاطة الموهوب بعدد من المتابعين قد يخيل إليه أنه يعني هو بلغ المنزلة بالضبط، وإذا لازم ذلك تقصير في القراءة مثلا وتقصير في الاطلاع على 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 مواهب الآخرين وعلى ما يكتبون وعلى على أدبهم سيكون ذلك يعني مشكلة كبيرة. لذلك الإنسان، وكانت يعني مشهورة حتى في وصية مثلا أبي نواس عندما قال يعني احفظ 10,000 بيت ثم انسها ثم كذا، عندما يعني أوصى لأحدهم لكي يصبح شاعرا قال عليك يعني عليك أن تطلع على منتج الآخرين، على هذا الموروث الضخم الهائل من الأبيات الشعرية ومن القصائد التي كتبت. يعني ربما لو نريد أن نقول أن هنالك عيون للشعر في التراث العربي فهي كثيرة وكثيرة جدا، فضلا عن باقي الشعر وفضلا عن ما هو نظم وفضلا عن، فلذلك تجده قليل الاطلاع ومع ذلك يريد أن يتصدر ويريد أن كذا. هذا الشيء يعني ربما يعني يسيء إليه بداية قبل أن يسيء إلى الآخرين. أحسنت يا عبد الله، متواصلون معك وسنستمع إلى المزيد من القصائد العذبة في هذا المساء الرمضاني الذي يحلو بوجودك معنا، ولكن لابد الآن أن نخرج إلى فاصل. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى في حلقة هذا اليوم من برنامج بيت القصيدة، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومستمرون معكم وهذا العدد الجميل بحضرة عبد الله حمادة من الأردن. يا عبد الله، مجددا إلى الشعر، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ سأقرأ عليك قصيدة بعنوان الأواخر من ملك سليمان. الأواخر من ملك سليمان، تحتاج هذه الأواخر حناجر مرتفعة إن شاء الله. تفضل. أقول: في الجهة الأخرى من ذاتي عكاز لمآرب أخرى، فأسي وعصاي ومنساتي لأهش إلى عمري عمرا، لو جفت دهشة أبياتي لتبينت الجن السرا، سلمت إلى شعري لما نادى ما قلت نعم أو لا، يتخير لابنته الحمى من كان بعفتها أولى، يولي الشعراء حزنا جما فلكم أعطى ولكم أولى، أتحسس رائحة البني أتنفس صوت الطاحونة، أهب الغابة شيئا مني لأجرب دور الدحنونة، أهب الغابة شيئا مني لأجرب دور الدحنونة، وأبخر بعضا من ذهني لأحب امرأة مجنونة. واو، جميل. صاحبت رحيلي وهروبي مذ قالت عدني أن تبقى، سأسير بحظ مقلوبي ليصير الناجون الغرقى، قالت لي حواء وذنوبي أن نهبط يعني أن نرقى، قالت لي حواء وذنوبي أن نهبط يعني أن نرقى. الله. مذ علمني شيخ الدوران أستصعب جدا أن أقفه من أول فكرتي ليس الآن، ولأبعد ما قاسته كفى، يندلع حنيني والطوفان فبكم طللا سأقول قفا، يندلع حنيني والطوفان فبكم طللا سأقول قفا قفا،
أتخفف من طيني حتى لم يبق به إلا النفخة، من صغري أطعمه صمتا ليطير إذا هبت نفخة، لولاه ويونس بن متى للبثت به حتى النفخة. من يصنع آلهة عطشا يوشك أن يبتلع الغصة، دنيا تنمو نعشا نعشا ولقاطفها أوفر حصة. دنيا تنمو نعشا نعشا ولقاطفها أوفر حصة. يا الله، الشاعر يملأها عيشا ويموت لتكتمل القصة. الله، الشاعر يملأها عيشا ويموت لتكتمل القصة. لكن نتمنى لقصتك أن تكتمل وأنت لا تزال على قيد الحياة، وأنت من قال حياتك يا بني حياة أسرى لذا قالوا على قيد الحياة. هذا القيد ربما كان هو القيد المحبب، خصوصا وأنت لا تزال شابا وأمامك الكثير من القصائد حتى تكتبها من جديد. إلى نقاش فيما يتعلق بمسألة الشعر يا عبد الله، لنتحدث عن البناء الشعري السليم كي يقال إن هذا شاعر وهذا يحاول وهذا له أن يبحث عن اتجاه إبداعي آخر. أنا مؤمن أن هنالك هبة في مسألة الشعر. نعم. أن الله عز وجل يسقط شيئاً على الإنسان يجعله لديه قابلية على الأقل لكي يكون كذلك. وهذه إن شكلت من موهبة الشاعر فهي تشكل 10% ربما. وهنالك المهارة المكتسبة الذي عليه هو أن يجتهد حيالها. إيه نعم، وأن لا يهملها. كان يقول الجاحظ الشعر صياغة وضرب من التصوير. جيد أن لا نحتفظ بالشق الأول وأن نهتم يعني أيضا يعني بالشق كما هو. نعم، لكن الجاحظ أورد الشعر في كتاب الصنائع يعني على ما أذكر. ربما، لكن هو في النهاية يعني هو علم. وربما يكون صنعة باعتبار أن يعني لها أهل ولها محترفون ولها فيه مهرة وفيه كذا، صنعة من هذا الباب. لكن مسألة أن يكون الشعر عبارة عن أرقام عروضية، طويل وقصير وقصير وطويل وكذا، هذا ابتذال يعني، وهذه ربما يعني تصل إلى مسألة حيك. ربما تصل إلى مسألة يعني الإهانة للشعر. وأن الناظم قديما كان يعرف نفسه ناظما ولا يقول عن نفسه شاعر، لكن الآن للأسف أصبح هنالك لبس. كان الشافعي ولديه ديوان الشافعي، وربما قرأه الكثير من الناس ممن يشاهدون الآن، لكن هو قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. هو يتكلم عن نفسه أنه هو هذا لم يكن الشعر، وهو يعرف ما معنى الشعر إذن، وهو يعرف أنه هنالك كلما طرح هذا الموضوع. أتذكر قول أبو العلاء عندما تكلم عن الكبيرين أبي تمام وعن المتنبي، قال عنهما حكيمان، والشاعر من؟ البحتري. لذلك يعني عندما تقيس موهبة أي إنسان، نعم، خاصة في موضوع الشعر، ليس هنالك ما يسمى بالشعر ميتر. يعني أنت الآن أصبحت شاعر، قفزت هذه القنطرة، إذن أنت بين الشعراء. لا، أحسن، المسألة أعقد من هذا. وما يبدو مستحسنا لناقد أو ما يبدو مستحسنا لجماعة من الناس قد لا يكون مستحسنا لدى غيرهم. لذلك أعتقد أن على الناقد وعلى الشاعر على حد سواء أن يكون هنالك ما يسمى يعني بالتوافق والإنصاف. لكن عبد الله، دعنا نكون أكثر وضوحا. قد تقرأ نصا لأحدهم من الجدد فتقول إنني أستقرئ فيه مشروع شاعر كبير، وقد تقرأ نصا لمن يكتب من 5 سنوات فتقول ليته ينتهي عن هذا وتجاوزه إلى ما يستطيع. بالتأكيد هذا يحصل أيضا. بالتأكيد. أين تكمن الصعوبة في أن يقتنعه يعني في نعم في أن يقتنعه؟ لكن بالتأكيد هنالك موهوبون، وأنا أعتقد أنه يعني في سن 20 إن لم يظهر هنالك نبوغ شعري فالمسألة تصبح صعبة بعد ذلك. نعم. ويعني ربما عليه أن يبحث عن
عن كار آخر إن صح التعبير، لكن بالتأكيد أو مطلوب منه أن يتعب بشكل مضاعف أكثر. بالضبط بالضبط، لكي يعوض يعني ربما نقص الموهبة. أنا لا أريد وأنا أتكلم عن موضوع كهذا أن لا نريد أن نصنف أو أن نوزع مثلا درجات على بعض الشعراء أو أن نضع أنفسنا بإطار من يحكم، وإنما مثل ما اتفقنا في بداية الحلقة نحن نقدم آراء لا أكثر. بالتأكيد هذه آراء وليست أحكاما. طرح نعم، طرح آراء شخصية وليست أكثر. لكن ما يبدو في المشهد الأدبي الآن مربك إلى حد بعيد، لأنه أصبح هنالك انقسام واضح بين من يسمون أنفسهم مثلا بالكلاسيكيين أو أنصار الكلاسيكية والحداثة. هنالك يعني أصبح هنالك الحدثيين أو الرمزيين. إيه نعم، هنالك فسطاطين يعني إن صح التعبير. وهذا الانقسام يعني صحي من جهة كما ذكرنا قبل قليل، ولكن أيضا ربما يكون معول هدم أيضا في مسألة أن لا يرى يعني أحد الطرفين الآخر شاعرا، فهذا يعني فيه إجحاف. لا مشكلة إجحاف من أن يحترم كل منهما الآخر، هذا المطلوب، ويواصل في إطار إبداعه وفي الاتجاه المدرسي الذي اختاره لنفسه. على أي حال داني الآن أسألك أو أسألك سؤالا مختلفا يا عبد الله، فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، ما هو أكثر ما يلفتك شعرا؟ لا أتحدث هنا عن شاعر، وإنما ما الذي يدخل إلى قلبك السرور حينما تقرأ بعض القصائد؟ شيء ما تشعر أنه يتسلل إلى داخلك، حبذا لو تطلعنا على هذا الشعور. صراحة لا يسرني شيء في النص بقدر ما يسرني دعني أقول سعته، أن يكون واسعا وأن يكون مطلعا وأن تبدو الثقافة فيه. نعم. هذا شيء ثمين وعزيز أيضا في الوسط، وخاصة على في يعني مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هنالك من يرى أن القصيدة جميلة، إذن لا ليس بإمكاني أن أنشرها على الفيسبوك، لأن هنالك سرقة وهنالك ناس. نعم. نعم، فهو ربما يحتفظ بالجميل لنفسه وينشر لنا الرديء، وهذا يعني لا أدري يعني ما المشكلة في ذلك. لكن الذي ألمسه أن هنالك إقبال جيد من الشباب من سني ومنهم أكبر بقليل أو أصغر بقليل على اللغة العربية، وهنالك افتتان واضح بجمالياتها بجرسها وبموسيقاها، وهنالك اهتمام أيضا بمسألة أريد أن أكون شاعرا، أريد أن أكون أديبا. ويعني إن كان هنالك سلبية في ذلك فهو تقصير من ناحية يعني الجهد الشخصي. نعم. الذاتي. على ذكر التقصير يا عبد الله، كيف لنا أن نحمي هذا الموروث اللغة العربية؟ اللغة العربية صرح ضخم، ونحن إن كنا لبنة في هذا فهو يعني فخر كبير وشرف عظيم. ما ينبغي علينا ربما علينا أن نتصالح مع أنفسنا بداية، حيال ما نقدمه في حساباتنا على شكل شخصي، وما أن نقدمه ما نكتب مثلا وما نقدمه في مؤسساتنا. نعم، أن نكون على قدر الكلمة التي نكتبها خلقا. نعم. وحضورا، وأن يكون هنالك يعني أساليب أكثر عصرية لطرح هذه اللغة بقوة، وهي لغة كما ذكرت لك هي لغة فتان. ماذا تقصد بالأساليب؟ هل لديك أمثلة؟ يعني ليس هنالك أمثلة واضحة، لكن هنالك مساحات لم تدخلها اللغة العربية بشكل جيد فيما يتعلق مثلا بالشباب، وما يتعلق في مثلا قضاياهم همومهم، بالتأكيد أن يعني أن تلمسهم عن قرب. نعم، أن تكشف عن ساقها إن صح التعبير، أن تكشف هذا الجمال للجيل الذي الآن أصبح في زمن الفاست فود، يريد أي شيء سريع وكذا. أحسنت. اللغة العربية هذا الشيء يعني جمالي فيها، أنها لا تعطي زبدتها إلا لمن يعني جرب و قرأ وأمعن في ذلك، ويعني عليه أن يقطع لمن يجتهد كثيرا على ذاته، عليه أن يقطع شوطا ربما طويلا لكي يجد تلك الجواهر. أن البحر في أحشائه الدر كامن، يعني عليك أن تغوص لكي ترى هذا الجمال. أحسنت يا عبد الله، ونريد أن نغوص أكثر في روحك المزهرة لنستكشف المزيد من هذا الجمال. إلى نص ربما يكون قبل الختامي، ما النص الذي ستقرأه علينا الآن؟ النص قبل الختامي،
تقول القصيدة بعنوان خفيفة كفكرة آتية كالوقت. تفضل. لأنك تمشين مشي الوريد تمكنت من ناطحات دمي، لأني ارتباك المسافة بيني وبينك أنسى لمن أنتمي، لأن النهاية أن تفهميني أعيذك بالحب أن تفهمي، لأن النهاية أن تفهميني أعيذك بالحب أن تفهمي. الله. لأنك معظم هذه الخلايا سآوي بكلي إلى معظمي، تفوحين من ذكرياتي بريقا أكاد إلى داخلي أرتمي، فأفرش إيوان صدري تحايا أقول صباحا مساء عمي، رسمتك حافية تركضين ولكن إلى أين لم أرسمي. الله. رسمتك حافية تركضين ولكن إلى أين لم أرسمي. جميل هذا المعنى. جهاتك مشرعة في انغلاقي كسرب مصابيح في منجمي، ووجهك أسطورة للحكايا يطل فأمتد في معجمي. تعالي إلى خارج الوقت، تعالي إلى خارج الوقت نمشي، اسحبيني سأنسل من معصمي، تعالي سأطفئ شمع الأماسي وأشعل أصبوحة من فمي، أريدك مثمرة تملئين فراغ المهيب ووقت الظمي، أريدك عالمة بانكساري وكوني كأنك لم تعلمي. وكوني كأنك لم تعلمي، لكننا علمنا هذا اللغز وعلمنا أيضا بجمال هذه القصيدة والقصائد التي سبقتها. عبد الله، إلى سؤال ما قبل الأخير الآن، غايتك ورسالتك الشخصية من الشعر والقصيدة ما هي؟ صراحة هذا سؤال يؤرقني بشكل شخصي، لكننا نريد إجابة غير مؤرقة. تفضل. يعني هذه المساحة مساحة قلقة إن صح التعبير، لأن الإنسان ليس بإمكانه أن يدرك النهايات. ربما علي أن أقطع شوطا أطول لأكتشف هدفي في 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 هذا الباب، لكن ما يتراءى لي الآن من بعيد، وإن كان يعني إن كان مجهودي ما أبذله في هذا الباب خدمة للغة العربية، فهذا يعني سيكون أكثر من كافي بالنسبة لي، أن يكون لمجرد أن يكشف عن بعض جمالياتها وأن يكشف عن فتنتها. إجابة ذكية بالمناسبة. سأؤجل السؤال الأخير إلى ما بعد القصيدة الأخيرة والتي ستلقيها، ورجاء أن يكون صوتك مرتفعا قليلا. حاضر. إلى القصيدة الأخيرة يا عبد الله، تفضل. القصيدة الأخيرة. أقول تهزين الوداع يهز قلبي، أكاد أجف لولا أن حبي، يغمضني الحنين فكل أنثى تمر من الخلال تمر جنبي، بكيت وكنت تزدادين وردا، الله، وتهت وكنت تحتكرين دربي، أيا وهجت تجلي كل حين وأنت بعيدة كم كنت قربي، أعيديني إلى شبعي وإلا فحسبي قبلتان يقمن صلبي. في هذا المساء الرمضاني لابد من تمرتين يقمن الصلب، لكنك استبدلت التمرتين بقبلتين قد تكون قبلة الأم وقبلة الابنة الصغيرة. هذه البراءة المعجونة بروح قصائدك يا عبد الله تحتم علي سؤالا ختاميا. رسالتك إلى أبناء جيلك من الشعراء، رسالتك إلى كل من يكتبون حتى يكونوا أصحاب مبدأ وطلاب رسالة سامية، ماذا أنت قائل له؟ دعني أحول السؤال إلى ما يراه عبد الله صائبا وما يفعله في هذا الاتجاه. تفضل. لأني يعني أستصعب إرسال الرسائل سواء إلى جيلي أو الأصغر. تفضل. أعتقد من النافع جدا مطالعة الكبار، وهذا شيء يغفل عنه الكثير، لأنه يعني المكتبة العربية ثرية جدا،
وربما يعني أي ديوان يقع تحت يده يقرأه. هنالك عدد كبير من الكبار الذين أثروا المكتبة العربية سواء نثرا أو شعرا، فبإمكانك أن تقرأ لهؤلاء لهذه الزبدة من الأدباء العرب، وألا يكون هنالك يعني بنيات الطريق، هنالك التفاتات يعني إن صح التعبير للشاعر أو صاحب الموهبة عموما، الموهبة اللغوية كان ناثرا أو شاعرا، بإمكانه أن يصقل هذه المواهب وأن يشحذ هذه الحواس من خلال مطالعة الكبار. نعم. وأنا أعتقد أن هنالك أثرا سلبيا لقراءة الأدب الرديء وقراءة لأنه ربما يهبط بالذائقة، وأعتقد أن هنالك إشارة جيدة يتحصلها الإنسان ليستطيع أن يقول أنه بدأ الآن بالإبداع، بداية ألا يرضى بمنتجه أكمل، وثانيا أن يكون شغوفا للأفضل دائما، هاتان علامتان لا تخطئ. واثقون أنك ستظل شغوفا إلى الأفضل دائما. عبد الله حمادة من الأردن، أنا كنت سعيدا جدا بهذا اللقاء معك. أسعدك الله وأنا أسعد، هذا جميل جدا ومسرور بالطبع بوجودي أمامك ووجودي في هذا المكان الجميل. ما أتمناه من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء الجميل مرة أخرى في أوقات لاحقة. نسأل الله ذلك. سعدت جدا بك. أسعد لي. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الثقافي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر أو شاعرة، من يدري، المهم أن تظلوا على الموعد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.